أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على التعاون القائم بين مملكة البحرين ومعهد السلام الدولي بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر ثقافة السلام، منوها جلالته على دور الأنشطة والفعاليات التي قام المعهد خلال الفترة الأخيرة بها والتي لقيت الاهتمام وكان لها أبلغ الأثر على المستوى الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير مع السيد تيري رود لارسون مدير معهد السلام الدولي والذي هنأ جلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك. وخلال اللقاء أكد جلالته دعم مملكة البحرين ومساندتها لكل الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي. وأشار حفظه الله إلى ما يتميز به المجتمع البحريني عبر تاريخه من سمات نبيلة في التسامح والتعايش وقبول الآخر بفضل وعي شعب البحرين وعراقته واحترامه لكل الأديان وانفتاحه على مختلف الثقافات والحضارات، مؤكدا جلالته أن البحرين ماضية على طريق تحقيق المزيد من التطور والتقدم والتنمية من أجل خير ورقي شعبها. كما نوه جلالته بالدور الذي يطلع به معهد السلام الدولي على صعيد الأبحاث والدراسات وبإسهاماته في الجهود التي تدعم السلام العالمي. وبحث جلالة العاهل المفدى مع السيد تيري رود لارسون مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية. وقد أشاد مدير معهد السلام الدولي بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وسعيها الدائم لخدمة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة ومساهماتها الإيجابية في نشر ثقافة السلام والتعايش في المنطقة والعالم.